بتعالج فوق 55% من أطفال مصر المرضى بالسرطان. الحقيقة والناس كلها طالبة مننا إن إحنا نعالج كل الأطفال. الطفل اللي بيجي لحد بابنا وما بتقدرش ناخده علشان مفيش مكان، الحقيقة بتكون حاجة صعبة جدا بالنسبة لنا كدكاترة وكمسؤولين عن الأطفال المرضى بالسرطان. والسبب ده خلانا نبني مشاريع جديدة، عاملين مشروع كبير متكامل، مجمع متكامل، في مستشفى كبير، في 300 سرير، وفي عيادات خارجية، وفي أكاديمية للعلوم الطبية. احنا بنعمل كل ده ليه؟ علشان إن شاء الله أي طفل جيلنا مريض بالسرطان نقدر ناخده ونقول له عندنا مكان.